السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا زميلتكم رضوى حلاوه فرقه سته، هكون معاكم ان شاء الله النهارده في محاضره بسيطه لطيفه كده عن الديجيتال استوكسيستي. حابه احكي بس حكايه صغيره كده، ان في طفل عنده 6 سنين خد دواء اللانوكسين بتاع جدته اللي عندها الام، وفي خلال ساعتين بدا يظهر عليه شويه اعراض زي ترجيع ووجع جامد في البطن واغمى عليه، وراحوا بيه المستشفى وتم التعامل معاه. احنا النهارده بقى هنعرف ايه هو اللانوكسين اللي خده دوت، وليه الأعراض دي ظهرت له، وإزاي تم التعامل معاه. هي دي مهمتنا النهاردة. طب عايزين نعرف إيه هو الديجيتاليز وإيه علاقته باللانوكسين اللي أنا قلت عليه دوت. الديجيتاليز هي المجموعة الكبيرة اللي هي الكارديو أكتيف ستيرويد، تحتها بقى سب كلاس تانية اللي هو الديجوكسين والديجيتوكسين والأوبيان. أشهر واحد فيهم بيتكتب هو الديجوكسين. طب إيه أشهر الأسماء التجارية للديجوكسين؟ اللانوكسين احنا قلناه، والديجي كاب، والكارديكسي. طب ايه الافكت بتاع الديجيتاليز اصلا؟ الديجيتاليز اهم افكت ليه ان هو بوزيتيف انوتروبيك، يعني بيزود الكونتراكتيليتي بتاعه الكاردياك ماسل، ونيجاتيف دروموتروبيك بيقلل الكوندكشن، ونيجاتيف كرونوتروبيك اللي هو بيقلل الهارت ريت. طب ايه الثيرابيوتيك يوزز بتاعته؟ احنا قلنا الحته دي عشان الثيرابيوتيك يوزز ان هو بنستخدمه في الكونجستيف هارت فيلير، عشان الكونجستيف هارت فيلير ده عيان عنده الكونتراكتيليتي بتاعه الكاردياك ماسل قليله، فبنديله ديجيتاليز. والسوبرا فنتريكولار تاكيديس اريزميا مثلا ان هو فيه فوكس في الاتريوم بتطلع امبالسز اعلى من الطبيعي، فاحنا عايزين نحافظ على الفنتريكل من الامبالسز دي، فمحتاجين حاجه تقلل الكوندكشن المهمه اللي هو بيقوم بيها ايه، الديجوكسين. بعد كده بقى ايه الفارماكوكينيتيك بتاعته؟ هنبداها زي رحله بسيطه من اول ما خد الدواء لحد ما هيخرج من الجسم. هو مبدئيا احنا متفقين ان هو هيبقى اورال، طالما بنتكلم في الفارماكوكينيتيك بتاعته. هنا خد دواء اورال، نزل للجي اي تي، حصل له رابيدلي ابزوربد. الحته دي مهمه ان هو رابيدلي ابزوربد من الجي اي تي. البايو افيلابيلتي بتاعته ان هو من 60 ل 85%، يعني 85% من الدواء اللي خده ده بيوصل للايه، للدم. بيوصل للبيك اوف كونسنتريشن بتاعه في خلال من ساعه لساعتين، وبعد كده بيبدا يحصل له ديفيوجن ويدخل للتيشو، واهم تيشو بيدخله هو الايه، الكاردياك ماسل. التركيز بتاعه في المايوكارديال ماسل اعلى 30 مره من التركيز بتاعه في السيرم. وكحاجه كمان ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه فيري لارج، عشان كده لو حصل تسمم منه مش بقدر اتخلص من الدواء بالهيموداياليسيس، وبيتم التخلص منه من خلال الكدني، بيحصل له ايه، يورينري اكسكريشن. بعد كده النارو ثيرابيوتيك توكسيك اندكس بتاعه هو له نارو ثيرابيوتيك توكسيك اندكس. يعني ايه نارو ثيرابيوتيك توكسيك اندكس؟ يعني نص قرص منه ممكن يعالج، بس القرص ممكن يسبب تسمم، هو ده المقصود بيه. عشان كده بيتاخد بحذر شديد ومش بيتكتب كفيرست لاين في التريتمنت. طب النورمال دوز بتاعته بتكون من 8 × 10^2 نانو جرام بالملي لتر. يبقى احنا خدنا كده ايه الفارماكوكينيتيك، اهم حاجه فيها ان هو رابيدلي ابزوربد، الفوليوم اوف ديستريبيوشن فيري لارج، ولو نورو ثيرابيوتيك توكسيك اندكس، وبيحصل له اكسكريشن باي كيدني. بعد كده عايزين نعرف الميكانيزم اوف توكسيستي، ازاي بيحصل توكسيستي بسببه، هو بيعمل ايه في الجسم. الديجيتاليز بيعمل انهيبيشن لحاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم اتيبيز بومب. ايه هي الصوديوم بوتاسيوم اتيبيز بومب؟ هنرجع خطوه لورا كده وهسال سؤال، الصوديوم بيكون اعلى بره الخليه ولا جوه الخليه؟ الصوديوم، ايوه كده، بيكون اعلى بره الخليه. طب والبوتاسيوم بيكون اعلى بره الخليه ولا جوه الخليه؟ بيكون اعلى جوه الايه، الخليه. صوديوم بوتاسيوم اتيبيز بومب بقى بتاخد الصوديوم من التركيز القليل للتركيز الاعلى، يعني من جوه الخليه لبره الخليه، وبتعمل العكس في البوتاسيوم، وده بيرجع اللي هو السيلمبرين لحاله الايه، الريست. طب انا دلوقتي لما هوقفها ايه اللي هيحصل؟ هزود الصوديوم جوه الخليه وهزود البوتاسيوم بره الخليه. في حاجه بقى تانية اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر. ايه صوديوم كالسيوم اكستشينجر دي بقى؟ بتاخد الكالسيوم وتخرجه بره وتدخل بداله صوديوم. دلوقتي مفيش صوديوم بره، ما احنا وقفنا الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز،
فهيفضل الكالسيوم جوه الخلية. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ زودنا الانتراسيلولار صوديوم وكالسيوم، ودول بيزودوا الاوتوماتيستي بتاعة الخلية. وبعد كده زودنا الاكستراسيلولار بوتاسيوم. تاني حاجة انها بتعمل استيميليشن للبيجالتون عن طريق انها بتعمل ريليز للاسيتايل كولين في الايه، في الفيجال فايبر. لما بنعمل استيميليشن للفيجاس ايه اللي بيحصل؟ بيقلل الاي في نود كوندكشن. طب والافكت بتاعه على جي اي تي بيكون بسبب سنترال، تاثيره السنترال، والسي ان اس توكسيستي بتحصل بسبب انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بومب. يعني ملخص السلايد دي ان هي بتعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بومب، فهتزود الانتراسيلولار صوديوم وكالسيوم، وهتزود الاكستراسيلولار بوتاسيوم، وكمان انها بتعمل استيميليشن لمين؟ للفيجاس. الحاجتين اللي احنا قلناهم دول هم هيكونوا سبب كل الاعراض اللي هتظهر تقريبا بعد كده. طب ايه بقى المانيفستيشن اللي هتظهر بعد كده؟ ده على حسب حصل له اكيوت توكسيستي ولا حصل له كرونيك توكسيستي، وكل واحده فيهم فيها كاردياك وفيها اكسترا كاردياك مانيفستيشن. ايه بقى الاكيوت توكسيستي؟ بتحصل ازاي؟ الاكيوت توكسيستي بتحصل في الغالب في حالات الانتحار، او ان طفل خد الدواء بالغلط. هو خد الدواء بالغلط، طفل مثلا او حد خده انتحار، بياخد ايه؟ جرعه واحده وبتكون كبيره، بعدها بيكون في بيريود كده اسيمتوماتيك مش بيظهر فيها اي اعراض، بتتراوح من مينتس لساعات، وبعد كده بتبدا تظهر عليه بعد ساعتين مثلا الاكسترا كاردياك سيمتومز، وبعد 6 ساعات الكاردياك سيمتومز. ده اللي احنا قلناه، احنا قلنا في الفارماكوكاينيتيك ان هو بيوصل اللي هو هاي ليفل بتاعه في البلاد في خلال ساعتين، اعلى ليفل له في البلاد بيكون في خلال ساعتين، وبعد كده بيقل عشان بيدخل جوه التيشو بعد 6 ساعات، ومن التيشو اللي كان بيدخلها الايه، الهارت او الكاردياك ايه، مصر. طب ايه بقى الكاردياك مانيفستيشن بتاعته؟ الكاردياك مانيفستيشن ان هو قلنا ان هو بيعمل ايه، ستيميليشن للفيجل تون، فهيعمل فيحفز مين، الباراسمباثيك، فهيعمل برادي ديس اريزميا. بيعمل حاجه تانية هي دايجنوستيكلي انها باي دايركشنال فينتريكولار تاكي كارديا. يعني ايه باي دايركشنال فينتريكولار تاكي كارديا بقى؟ احنا قلنا ان هو لما عمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، ماشي، زودنا الصوديوم والكالسيوم جوه الخليه، ودول عملوا انهانس الاوتوماتيستي جوه الخليه. لما بيحصل بقى كده في الهارت في اس اي نود، الاس اي نود، الاس اي نود هي البيس ميكر بتاع الهارت، فلما بيكون في فوكس اعلى منها بيوصل بقى للفنتريكل مثلا امبلس من الاس اي نود، وبعد شويه في فوكس تانية عملت امبلس، فبنلاقي في الاي سي جي ان الكيو ار اس بتظهر مره في اتجاه والمره التانية في اتجاه مختلف عنه، فهي دي اسمها الباي دايركشنال فنتريكولار تاكي كاردي. تاني حاجه بيعملها احنا قلنا ان هو بيعمل اي في بلوك، والديجري بتاعته بتكون مختلفه على حسب بقى الايه، التوكسيستي، كميه ال التوكسيك دوز كانت قد ايه، كميه الدواء اللي خده كانت قد ايه. بيزود الفنتريكولار اوتوماتيستي احنا قلناها بسبب ايه، ان في صوديوم وكالسيوم كتير جوه الخليه. بيعمل هايبوتنشن وشوك وكارديو فاسكولار كولابس برضو بنفس الاسباب، احنا حفزنا مين، الباراسمباثيك. احنا خدنا كده الكاردياك مانيفيستيشن، اهم حاجه فيهم ان هو بيعمل برادي ديس اريزميا، وبيعمل باي دايركشنال فنتريكولار تاكي كارديا، ودي دايجنوستيك. بعد كده الاكسترا كارديك مانيفستيشن ايه هي؟ جي اي تي، تاثيره على جي اي تي، تاثيره على سي ان اس، وعمل تغيير في الالكترولايت كمان. الجي اي تي وهي دي الايرلي سيمتومز اللي هي اول سيمتومز هتظهر عليه، دي الايرلي سيمتومز، بيكون عنده نوزيا، فوميتنج، ابدومينال بين، دايريا. سي ان اس عمل ليثارجي، كونفيوجن، ويكنس، ديزنس اند كوم. الالكترولايت بقى بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان احنا لما عمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بوم، زود البوتاسيوم بره الخليه، فعمل هايبر ايه، كاليميا. الهايبر كاليميا بقى نفسها بعيدا عن تاثير الديجوكسين على الهارت، هي نفسها بتعمل اي في نودال بلوك عن طريق ان هي بتعمل هايبر بولاريزيشن للمايوكارديال ايه، كوندكشن تيشو. الهايبر كاليميا دي مهمه في البروجنوستيك، واهم كمان من التغييرات اللي بتظهر في الاي سي جي، لانها ممكن ما تظهرش عادي، ممكن حد تظهر عليه الجي اي تي سيمتومز
وما تكونش لسه ظهرت عليه اصلا اي كاردياك سيمتومز، او لسه اصلا ما وصلتش للهارت، لاننا قلنا ان الاكسترا كاردياك مانيفيستيشن بتظهر قبل الايه الكاردياك مانيفيستيشن. وكمان السيرم كارديو اكتيف ستيرويد ممكن برضو ما يساعدناش، لان هو ايه له هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن. يبقى احنا خدنا دلوقتي الاكيوت توكسيستي وقسمناها الكاردياك مانيفيستيشن والنون كاردياك مانيفيستيشن. السكيما بتاعتها ان كل حاجه هنا بتدي، يعني الكاردياك مانيفيستيشن اهم حاجه عملتها الديس اريزميا، هي بتعمل كل انواع الديس اريزميا ما عدا الاريزميا اللي هي بتعالجها، هي السوبرا فينتريكولار تاكي ديس اريزميا دي هي ما بتعملهاش. يبقى دي اول حاجه، دي كاردياك، دي ديس اريزميا. بعد كده الاكسترا كاردياك برضو دي جي اي تي، هنعتبر اللي هو الدياريه واخواتها، دياريه نوزيا فوميتنج ابدومينال بين سي ان اس ديزنس واخواته، ونقول الليثارجي والكونفيوجن والويكنس والالكترولايت عملت هايبر كاليميا. بعد كده الكرونيك توكسيستي. الكرونيك توكسيستي بقى بتحصل في حالات ايه؟ بتحصل مع الناس الكبار اصلا اللي بياخدوا ديجوكسين وما عدا يوريتك، او ان هو عنده رينال انسفيشنسي مش بيحصل اكسكريشن للدواء، فبيحصل له ان هو بيتراكم جوه الخلايا وفي الجسم. ايه بقى هي الكاردياك مانيفيستيشن؟ الكاردياك مانيفيستيشن برضو الديس اريزميا، البريدي ديس اريزميا والفنتريكولار تاكي ديس اريزميا، بس الكومن هنا هي الفنتريكولار تاكي ديس اريزميا. البريدي كارديا او البريدي ديس اريزميا اللي معاه ما بتتعالجش بالاتروبين، تمام. بعد كده بقى الاكسترا كارديك مانيفيستيشن نفسهم برضو الجي اي تي، دايريا واخواتها، انوريكسيا نوزيا فوميتنج ابدومينال بين ويت لوس، السي ان اس دراوزنس او ديزنس واخواتها، ديليريوم كونفيوجن هيديك هالوسينيشن وسيجرز. الالكترولايت بقى هنا مختلفه، هنا هيحصل معاه هايبوكاليميا مش هايبركاليميا، وممكن نلاقي كمان ان السيرم بوتاسيوم نورمال. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انها كرونيك توكسيستي على مدى طويل، فالجسم عمل ادابتيشن، او ان هو اصلا في الغالب هيكون بياخد دايوريتك مع الديجوكسين، فهو في اغلب الدايوريتك اللي هي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، فهترمي البوتاسيوم والايه والمغنيسيوم. وبعد كده الفيجوال ديستربنس بتاعته ان هو بيكون معاه فوتوفوبيا، هنا بقى دي زياده ان هو معاه فوتوفوبيا وبليرنج فيجن، وبيقل الفيجوال اكتيفيتي او الفيجوال اكويتي بتاعته، وحاجه اسمها كولر فيجن، ودي اهم واحده فيهم ان هو بيحصل ابريشن في الكولر فيجن، وبيبدا يظهر ضوء اصفر او ازرق في الفيجوال فيلد بتاعه. يبقى احنا خدنا دلوقتي الكرونيك توكسيستي، خدنا فيها الكاردياك مانيفيستيشن والاكسترا كاردياك مانيفيستيشن. الكاردياك قلنا ديس اريزميا، واهم واحده فيهم بتظهر معاه الفنتريكولار تاكي ديس اريزمي. والاكسترا كاردياك خدنا جي اي تي دي واخواتها، والسي ان اس دي واخواتها برضو، والالكترولايت عمل هايبوكاليميا وهايبومغنيسيميا، وبسبب الهايبومغنيسيميا دي هيكون عنده هايبوكاليميا مش بتتعالج رغم ان انا بديله بوتاسيوم ريبليسمنت. وبعد كده الفيجوال ديستربنس دي برضو هنعتبرها ديستربنس، دي اهم واحده فيهم ان هو بيحصل ابريشن اوف كولر فيجن، وبيبدا يظهر ضوء اصفر او ازرق، ومعاه بقى فوتوفوبيا بليرنج فيجن، وبتقل الفيجوال ايه اكتيفيتي. احنا خدنا الاكيوت توكسيستي والكرونيك توكسيستي. في بقى جدول بسيط هيفرق ما بين الاكيوت توكسيستي والكرونيك توكسيستي، وجمع اهم حاجة في كل واحدة فيهم هما الاثنين. الاكيوت توكسيستي هتحصل في مين؟ في اليونج ايج، هتكون بسبب انها بتحاول تنتحر سيسايدل او بالخطأ في طفل، وبتحصل فجأة. اما الكرونيك توكسيستي ليها جراديوال اونست، بيكون في الاولد ايج وبيكون اكسيدنت. طب الاكيوت توكسيستي معها بريديسبوزنج فاكتور؟ لا. اما الكرونيك توكسيستي معاها بريديسبوزنج فاكتور ان هو ممكن يكون بياخد ديجوكسين مع دايوريتك، او ان هو ممكن يكون عنده رينال انسفيشنسي. طب الجي اي تي سيمتومز بتكون سيفير مع الاكيوت وبتكون مايلد مع الكرونيك. طب والسيرم ليفل بتاع الدراج بيكون هاي في الاكيوت وبيكون لو في الكرونيك. الاريزميا بتكون كومن مع الاكيوت وليس كومن مع الاكيوت ومور كومن مع الكرونيك. طب الهايبركاليميا او البوتاسيوم ليفل يعني بيكون هايبركاليميا مع الاكيوت، ومع الكرونيك بيكون يا اما نورمال او هايبوكاليميا، وعرفنا ليه. بعد كده بقى ازاي هشخص، ازاي بقى بشخص ديجيتاليس توكسيستي؟ اول حاجه في الدياجنوزس هاخد هيستوري، ده عموما يعني في اي دياجنوزس
اشوف هو ايه الادويه اللي بياخدها، كبير في السن مثلا، حد كبير في السن، لو حد جاي منتحر هنعرف، هنسأل لو في حاجة، ايه الحاجة اللي بلعها، او تعرفوا الحاجة اللي خدها ايه. بعد كده هعمل physical examination. بعد كده الانفستيجيشن ان انا هقيس السيروم ديجوكسين ليفل، اشوف السيروم بتاع الدواء في البلود، وقلنا ان هو ده مش هيكون مفيد قوي بعد ساعتين لانها بتقل. الثرابيوتيك ليفل بيكون من نص لاتنين نانو جرام بير ديسيليتر، لو زاد عن كده فهو بدأ يدخل في توكسيستي، وكل ما هيزيد الليفل كل ما هتكون التوكسيستي والأعراض اللي هتظهر عليه أكتر. بعد كده الإي سي جي عشان أعمل ديتكشن للديس أريزميا، هقيس السيرم بوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم عشان هو بيأثر عليهم. بعد كده الرينال فانكشن تيست، ليه؟ لأني أصلا ممكن تكون الرينال هي السبب في حدوث التوكسيستي دي، واعمل اي بي جي وشيست راديوجراف. طب ايه الفاكتور اللي بتعمل بريسيبتيت التوكسيستي؟ الهايبوكاليميا ورينال انسفيشنسي. احنا عرفنا رينال ليه؟ عشان مش بيحصل اكسكريشن للدواء. الهايبوكاليميا البوتاسيوم هو اللي بيتخانق مع الديجوكسين على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، فلو هو مش موجود يبقى كده الديجوكسين هيشتغل براحته. تمام، يبقى احنا كده دلوقتي خدنا الدياجنوزس، هيستوري، فيزيكال اكزامينيشن، والانفستيجيشن، ماشي، وخدنا الفاكتور اللي بتعمل بريسيبتيشن للتوكسيستي اللي هم الهايبوكاليميا والرينال انسفيشنسي. بعد كده التريتمنت. تريتمنت هم تقريبا 5 حاجات. اول حاجه فيهم ان هو انيشال سبورتيف ميجرز زي اي توكسيستي خدناه قبل كده، اي بي سي دي، هعمل له انتروفينس اكسس، هعمل مونيتور الكاردياك لو محتاج اكسجين او محتاج يتحط على فنتليتر. بعد كده هعمل جي اي تي دي كونتامينيشن، احنا واخد الدواء اورال فانا بحاول اقلل الدواء اللي هيوصل للبلد. في العادي بنستخدم مين؟ اميسز ولافاج او اكتيفيتد تشاركر. الاميسز واللافاج من الاحسن ان انا اتجنبهم هنا، ليه؟ عشان سببين. اول حاجه ان الدواء رابيدلي بيحصل له رابيدلي ابزوربشن من جي اي تي، اصلا عقبال ما هيوصل المستشفى هيكون حصل له ابزوربشن. تاني حاجه ان هما ليهم ايميتك افكت زي الدواء. طب لو اضطرينا نستخدمهم يفضل ان انا استخدم قبلهم اتروبين عشان هما كمان برضو بيعملوا فيجاس للايه، استيميليشن للفيجال تون. بعد كده الاكتيفيتد تشاركول يفضل ان انا استخدمه واستخدم مالتيبل دوزز عشان بيحصل ريسيركيليشن للدواء ما بين الليفر وما بين الايه، الانتستين. ممكن استخدم حاجه شبهه تانية اسمها ستيرويد بايندينج ريزن اللي هو الكوليستيرامين، نفس فكره الايه، التشاركول. طب الجي اي تي دي كونتامينيشن ده بيفضل استخدامه في الاكيوت توكسيستي مش مع الكرونيك، لان الكرونيك توكسيستي اصلا مش هيستفيد منه. المشكله في الكرونيك توكسيستي ان هو الديجوكسين لو كاميليتيف افكت، ان هو بيحصل له بريسيبتيشن في التيشوز، تمام، فهو ده اللي بيعمل كرونيك توكسيستي. اصلا اللي بياخدوا اجازه تقريبا 2 يومين في الاسبوع حاجه كده، اللي هو بتكون في الغالب الخميس والجمعه عشان الكرونيك توكسيستي دي. بعد كده احنا عملنا ايه، سبورتيف ميجر، جي اي تي دي كونتامينيشن. بعد كده هو وصل للبلد، انا عايز اتخلص من الديجوكسين الموجود في البلد. ده بقى سؤال مهم جدا اللي هو الانتيدوت بتاعه اسمه دي جي فاب او فاب فريجمنت. ايه الفاب فريجمنت؟ هي عباره عن انتي بوديز سبيسيفيك للديجوكسين بتمسك فيه وتحوله لايه، لان اكتيف، وبيحصل له اكسكريشن بالايه، بالكيدني برضو. رابع حاجه ان انا اعالج الايفكت بتاعه على الهارت. ممكن اصلا لو عالجت الايفكت بتاعه على الهارت والديستربنس اللي عمله في الالكترولايت ان انا محتاجش ان انا استخدم الدي جي فاب. هو بيعمل ايه في الهارت؟ بيعمل ديسريزميا، فممكن يستخدم انتي ديسريزميك دراج زي الفينوتوين والليدوكاين والاتروبين. الفينوتوين بيكنترول السوبرا فينتريكولار ديسريزميا، والاتروبين بيكنترول السوبرا فينتريكولار برادي ديسريزميا والهاي ديجري اوف اي في بلوك. في ان بي مهمه جدا وبيجي عليها اسئله كتير، ان هو افويد كلاس 1 اي انتي ديسريزميك دراج زي الكينيدين والبروكيناميد. ليه؟ لانهم بيعملوا ديبريشن للاي في نودال كوندكشن، وكمان بيعملوا اي في نودال بلوك او بيخلوها اسوأ،
وبيقللوا الكليرانس اوف ديجوكسين. فهم كده خلوا الديجوكسين موجود في الجسم، ولانهم قللوا الكليرانس بتاعه كمان بيعملوا انهيبيشن الكاردياك كوندكشن او الايفينودال كوندكشن. تمام. بعد كده بقى الالكترولايت، الديجوكسين بيعمل هايبر كاليميا لو كان اكيوت توكسيستي، وبيعمل هايبو كاليميا وهايبو ماجنيسيميا لو كان كرونيك توكسيستي. فالهايبر كاليميا بنعالجها ازاي؟ ممكن ندخل البوتاسيوم الموجود في الدم ده جوه الخلايا تاني. مين اللي بياخده في ديله؟ الانسولين. بس الانسولين بيتخاف منه عشان ممكن يعمل هايبوجلايسيميا، فبيتاخد معاه ديكستروز. او حاجه تانية اللي هو صوديوم بايكربونات، هو نفس فكره الانسولين، بيدخل البوتاسيوم برضو جوه الخليه. او لازكس اللي هو دايوريتك، بس اللازكس بيتخاف منه عشان ممكن يعمل دي هايدريشن، فبيدوا معاه نورمال سالاين. يبقى الهايبر كاليميا اتعالجت باي في انسولين ومعاها ديكستروز او اورال ادمنستريشن الايون اكستشينج ريزن زي الصوديوم بايكربونات او لازكس ومعاه سالاين. الهايبوكاليميا بتتعالج عادي بوتاسيوم ريبليسمنت. بس في نقطه مهمه جدا، ان انا ما ينفعش ادي فاب ادمنستريشن لو في هايبوكاليميا. ليه بقى؟ لان الفاب بيخلي الديجوكسين ان اكتف وبيعمل له كليرنس باستخدام الكدني، فصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز هتشتغل كويس تاني، هترجع تشتغل كويس تاني، هتاخد البوتاسيوم اللي بره في الدم وتدخله جوه الخليه، فكده هي زودت الهايبوكاليميا الموجوده في البلط. هايبوماجنيسيميا هتتعالج بان احنا ندي مغنيسيوم سلفيت. بعد كده انهانس الاليمينيشن باستخدام دايوريسيس هيمو بيرفيوجن وهيمو دايوريسيس ده ان افكتيف. قلنا قبل كده ليه؟ لان الديجوكسين له لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن. دي كانت اخر بوينت في المحاضره. فاحنا هنجمع كده بسرعه، احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا الديجيتاليز اللي هي المجموعه الكبيره الكارديو اكتيف، اكتر واحد فيهم بيتكتب مين؟ كان الديجوكسين. بعد كده خدنا الفارماكوكاينيتيك بتاعه، ان هو رابيدلي ابزوربد من الجي اي تي، البايو افيلابيليتي بتاعته من 60 لـ85%، بيحصل له اليمينيشن عن طريق الكدني، وكمان بيحصل له اللي هو له لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن. بعد ما خلصنا الفارماكوكاينيتيك خدنا الميكانيزم اوف توكسيستي، وكان بطريقتين. اول حاجه ان هو بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، وتاني حاجه ان هو حفز الفيجال استيميليشن. وبعد كده خدنا الكلينيكال مانيفستيشن، وقلنا ان هو في اكيوت توكسيستي وكرونيك توكسيستي، والسكيما بتاعتهم كانت دي، هو بيعمل كاردياك واكسترا كاردياك. الكاردياك دي ديسريزمي، والاكسترا كاردياك في جي اي تي بيعمل الدياريه واخواتها، دياريه وفوميتنج وابدومينال بين. والسي ان اس بيعمل الدي واخواتها، ديزنس وكونفيوجن، وممكن توصل لكوما، الاثنين زي بعض في الحتتين دول. ماشي. بعد كده بيعمل بقى في الاكيوت توكسيستي هايبر كاليميا، اما في الكرونيك توكسيستي بيعمل هايبوكاليميا، او ممكن نلاقي نورمال سيرم بوتاسيوم ليفل. في الكرونيك توكسيستي هنزود ان هو بيعمل فيجوال ديستربنس، ادي دي ثالثه في الاكسترا كاردياك يعني. واهم واحده فيهم ان هو بيعمل فيجوال ابريشن، وبيبدا يظهر الوان لون اصفر او لون ازرق في الايه، في الفيجوال فيلد بتاعه. بعد كده خدنا الدايجنوزس، قلنا الدايجنوزس ان احنا هناخد هيستوري، هنعمل فيزيكال اكزامينيشن، وهعمل انفستيجيشن ان انا اقيس السيروم ليفل بتاع الديجوكسين، هعمل اي سي جي اشوف البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ليفل، هعمل اي بي جي، وهعمل شيست راديوجراف سوري. بعد كده خدنا التريتمنت كان 6 حاجات، ان احنا عملنا اللي هو initial supportive measure ABCD، وبعد كده عملنا GIT elimination او decontamination يعني emesis واللافاج هنحاول نتجنبهم. اكتر حاجة مفيدة هو الactivated charcoal والايه والكوليستيرامين. بعد كده الانتيدوت بتاعه، وده مهم جدا، اللي هو DGFAB. هنعالج الافكت بتاعه على الهارت بالانتي ديسريزميك دراج، بس هنتجنب كلاس 1A اللي هم مين؟ اللي هم الكينيدين والبروكينامايد.
بعد كده الالكترولايت، هنعالج الهايبركاليميا والهايبوكاليميا والهايبومغنيسيميا. الهايبركاليميا مهمة جدا، بنعالجها ازاي؟ يا اما اي في انسولين ومعاه ديكستروز، يا اما ايون اكستشينج ريزن اللي هو صوديوم بايكربونات، يا اما لازكس. بعد كده انهانس اليمينيشن هو ان افكتيف عشان هو له لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن. بعد كده كان في كيس اتشرحت في المحاضره ولما اهم الاسئله اللي في المحاضره بتاعت الديجيتاليز، فحابه ان احنا نحلها مع بعض. كيس بقى بتقول ايه؟ في ميل عندها 19 سنه جات الامرجنسي روم، باباها قال انها حاولت تنتحر، خدت ادويه من 6 ساعات، بايلز من 6 ساعات بتاعت مامتها. مامتها بقى كاردياك وهايبرتنسيف ودايابيتيك بيشنت، ودلوقتي ريسنتلي سافرد اوف هارت فيلير. البيشنت عندها نوزيا وعندها ابدومينال بين، لما اتعمل لها اكزامينيشن لانها كونفيوزد، بالس 52، بلاد بريشر 110/70، ريسبيراتوري ريت 20، الاي سي جي ريفيل ذا ريجولار ريزم وبرادي كارديا واللاب اناليسيس از بيندينج. فالسؤال بقى، this patient is most probably took ديجوكسين. ليه بقى ديجوكسين؟ اول حاجه ان مامتها اصلا عندها هارت فيلير، تمام، فهي خدت دواء من ادويتها. تاني حاجه انها عندها نوزيا وابدومينال بين، واحنا قلنا ان في الاكيوت توكسيستي الايرلي سيمتومز اللي هتظهر هي الايه، الجي اي تي، وعندها كونفيوجن وعندها برادي كاردي، تمام. بعد كده بقى الميكانيزم اوف توكسيستي اوف ذا تيكن دراج از ايه رايكم؟ انهبيت صوديوم بوتاسيوم اكيبيز بامب، صح. بعد كده سيروم بوتاسيوم ليفل ان ذس بيشنت از اكسبكتد تو بي هاي، ليه؟ لانها اكيوت توكسيستي. سبيسيفيك انتيدوت تو ذس دراج از دي جي فاب. فور ذا تريتمنت اوف سوبرا فينتريكولار ديسريزميا ان ذس بيشنت ويتش دراج از كونترا انديكيتد، اديكوا فرصه تفكروا، احنا لسه قايلينهم. ايوه صح، البروكيناماين، والتاني كان مين؟ كان الكينيدين. بس كده، ده كان اخر سؤال، ويا رب المحاضرة تكون سهلة وبسيطة. مع السلامة.